الصوات تجهت حيث المدى تاه رسمت متاهات الرمز معناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشفرة والفكر مغزاها أوجب لها حلا واكشف خباياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جمهورنا جمهور قلعة فور. شباب أهلا وسهلا فيكم، واللقاء يتجدد ويتواصل معاكم في برنامج البوصلة، برنامج المسابقات السهل إن شاء الله والخفيف معاكم اللي إن شاء الله نبغاكم كلكم فايزين معنا فيه، وإن شاء الله الجمجمة بعيدة عنكم بعيدة عن طريقكم مثل ما صار أمس. أمس كانت نسبة الفوز الحمد لله جدا عالية، وهذه أشياء صراحة تفرحني أنا شخصيا، وإن شاء الله اليوم بإذن الله تكون النسبة أعلى من أمس، وأتمنى لكم التوفيق كلكم. للتواصل مع البرنامج أرقامنا واضحة في الشاشة، من داخل السعودية 7301081، ومن خارج السعودية 00-88216-00896. هذه أرقام التواصل المباشرة ببرنامجنا اللي تتيح لكم إن شاء الله فرصة اختيار جهة من البوصلة وتشوفون حظكم معنا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأول اتصال من قطر سميرة. عليكم السلام يا سميرة. سميرة كيف حالك؟ الحمد لله كويسة. انت اول اتصال معانا وان شاء الله انك فايزة معنا، مع ان الصوت واطي لكن ان شاء الله انك فايزة. قدامك البوصلة وفي الشاشة، واختاري جهتك يا سميرة. اي والله اليوم الغابة مليانة ذباب. الذبابة الشرق. وين؟ الشرق. الوسط؟ الشرق. الشرق. طيب نروح للشرق ونشوف حظ سميرة معانا. اللوحة المخفية يا سميرة، عندك صورة ورا المربعات وعندك 15 ثانية. هو طائر صغير يعني كذا كيوت كذا، ويطير يطير يطير، هو يعرف يطير الحمد لله. زين أي حرف؟ معروف، طائر معروف بحرف العين. يلا يلا يا سميرة. عصفور. عصفور. ثبت. عصفور. و213 ريال. ألف ألف مبروك يا سميرة، حصلتي على 213 ريال ودخلتي السحب معنا على السيارة إن شاء الله اللي بيكون عليها السحب في نهاية برنامجنا. ألف مبروك يا سميرة، وأول اتصال الحمد لله فايز معنا، لا جمجمة ولا شفرة والأمور في السليم. إن شاء الله كل مشاهدينا وكل المتصلين يكونون إن شاء الله ربحانين معنا اليوم. الأرقام موجودة على الشاشة من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية، إن شاء الله راح نكون قدام الشاشة معكم وقدام البوصلة والجوائز إن شاء الله لكم. ونروح للسعودية وعثمان نقول ألو. ألو. هلا يا عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب. من وين تكلمنا بالسعودية؟ من مكة. من مكة، أهلا وسهلا بأهل مكة. عارف طريقة البوصلة؟ ايوه. هذه هي قدامك في الشاشة، واختار جهتك. يلا يا عسل يلا. فين حتروح يا عثمان؟ جنوب غرب. جنوب غرب، اختاروا جنوب الغرب لعثمان. لا. عثمان حظك اليوم معانا مش قد كده، حاول مرة ثانية، طلعت لك الجمجمة، لكن إن شاء الله مرة ثانية تحاول يا عثمان ويبتسم الحظ إن شاء الله لك، وما تطلع لك الجمجمة مرة ثانية، يطلع لك إن شاء الله كنز ولا حاجة حلوة يحبها قلبك. حظ أوفر يا عثمان، وإن شاء الله تتاح لك الفرصة مرة ثانية لو ما قدرت. لو ما قدرت يا عثمان، في حالة إنه ما ضبط معك اتصال، عندنا SMS طوال اليوم 24 ساعة، وعندك الأرقام تحت في الشريط الأحمر. خلونا نسافر مع بعض ونروح أرض الكنانة وإلى مصر. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا يا آية. أهلا حضرتك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ تمام. جاهزة للبوصلة؟ أكيد. البوصلة قدامك واختاري الجهة وإن شاء الله كنز. يلا يا آية. الغرب. الغرب. الوست. ونروح الغرب، مفيش قمقمة الحمد لله، يا رب شيء حلو ان شاء الله. شف الكنز يا ايه.
ألف مبروك عليك الكنز، أخذت الكنز كله 300 ريال ودخلت السحب. ألف مبروك عليك يا آية من مصر، الكنز راح مصر، أمس الكنز راح عمان والسودان، لكن الحمد لله اليوم في كنز راح لمصر. ونشوف حظ خديجة معنا وش يقول. حظها معنا أنه إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، وإن شاء الله يضبط الاتصال يا خديجة معك. حاولي مرة ثانية، لا تيأسين، إن شاء الله يضبط معك. زي ما قلنا الاس ام اس هو طريقته سهلة جدا، إرسال كلمة سيارة أو بوصلة أو كار على الأرقام اللي تشوفونها في الشريط الأحمر الخاصة في بلدكم، وأيضا مشغل الخدمة ما عليك سوى إرسال اس ام اس إلى الأرقام اللي خاصة في بلدك، تتيح لك الفرصة لدخول على السحب إن شاء الله على السيارة اللي راح تكون معانا في برنامج البوصلة. طبعا أذكر وأشكر أخواني وحبايبي عاصم الغامدي وخادمة مشموس اللي كل يوم يفاجئونا بضيوف رائعين. اليوم جابونا الكابتن القدير، لاعب ما شاء الله المهاري الرائع، صح انه قصير قامه لكنه جدا ماهر، خالد قهوجي اللي في ناس كانوا يسمونه مارادونا السعوديه عندنا. استمتعنا باللقاء معاه، وايضا مع المنشد الرائع اخوي حبيبي عمر العمير من المنطقه الشرقيه، كان لقاء جدا رائع في الخيمه. وايضا المفاجآت متواصله في برنامج الخيمه الساعه 11 بتوقيت مكه المكرمه. نروح لحبايبنا واهلنا في فلسطين. الو، السلام عليكم. يا رند انت على الهواء، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا رند؟ الو، الحمد لله تمام. اهلين، تسمعينا من التلفون رند؟ يا رند تسمعينا؟ تفضل. طيب بسم الله يا رند، من وين تكلمينا في فلسطين؟ من القدس. من القدس؟ ايوه. اهلا وسهلا بحبايبنا وعزيزين علينا، وان شاء الله انك فايزه باذن الله، وهذه البوصله قدامك على الشاشه، اختاري جهتك ما فيها لا كنز ولا جمجمة. الله يستر من شر. يلا يا رند. شمال. الشمال. شمال؟ ايوه ان شاء الله. يلا روح الشمال، نتوكل على الله يا رند ونشوف حظك. ايوه، اللوحه المخفيه يا رند هي صوره خلف المربعات، عندك الشاشه قدامك يا رند. ايوه، هي اداه يا رند يقطع فيها الخشب. ايوه يقطع فيها الخشب، حرف الميم. يلا يا رند. لا تقولون لي انقطع الخط، يا الله، يا خساره يا خسارة. يلا مش مشكلة يا رند، حاولي مرة ثانية وإن شاء الله بإذن الله أنك فايزة معنا. حاولي مرة ثانية، هنعوضك إن شاء الله يا رند. ونرجع ونروح للسعودية. نواف، ألو يا نواف. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ تمام، أنت كيف حالك؟ بخير. من وين تكلمنا؟ بالسعودية؟ ها؟ من وين؟ من السعودية؟ من الباحة. من الباحة، هلا والله بأهل الباحة وأهل الجنوب. يلا حبيبي البوصلة قدامك في الشاشة، اختار لك جهة. يلا يا بطل، نواف جاي متحمس إن شاء الله بيجيب المبلغ كام. شمال شرق. شمال شرق. شرق. شمال شرق، نروح شمال شرق. يلا يا بوصلة لفي وعطي نواف شمال شرق والشفرة. شفرة. نواف حبيبي. نواف. سم. سم الله عدوك، عارف طريقة الشفرة؟ إيه. المنشدين والرموز. عارف طريقة الشفرة؟ إيه. يلا حبيبي اسمعي من التلفون عشان الوقت ما يروح علينا. وبسم الله، هذه الصور قدامك. أسامة الصافي ماينس، أربع نقاط عبد الغني، مثلث الكندري، مربع أحمد بخاطر، ديل السعيد، دائرة لمحمد، نجمة المصعب، يساوي سامي يوسف، وموجب أيمن رمضان. يلا يا حبيبي احفظ لي الرموز مع صور منشدين، وابغاك تجيب على الاقل ثلاثة بس. لو جبت ثلاثة حتتأهل. حبيبي اسمعني من التلفون عشان الوقت ما يروح عليك. سامعك. يا سلام عليك، يلا يا عسل جاهز؟ ما يروح عليك. سامعك. يا سلام عليك، يلا يا عسل جاهز؟ ايه. ايش اقدر اسوي؟ يلا حبيبي. بسم الله. أيمن رمضان. يلا حبيبي. بسم الله. أيمن رمضان.
مستحيل يفوز. أين رمضان ناقص؟ ناقص؟ إيه. عبد العزيز عبد الغني 4 نقاط الظاهر. مربع. مربع. حبيبي نواف والله آسفين آسفين جدا لأنه إذا ما سمعتي من التلفون صعبة مرة لأنه الوقت مشكلة إنه يمشي بسرعة 20 ثانية. فنعتذر منك ونوصي مشاهدين الباقيين إنهم يسمعون من التلفون عشان الوقت ما يروح عليهم. نبغاكم تفوزون. نبغاكم تكونون فايزين معنا والكل يطلع مبسوط. وطبعا شكله في الغابة في حيوان ميت ولا شيء. الذبان مرة منتشر اليوم. فأتمنى إذا عندكم كوتي إذا كوتي عنده مسطع ولا مكنسة ولا شيء خلنا نقتل الذبابة. طيب نذكر بأرقامنا من داخل السعودية 7301081 ومن خارج السعودية 0282169089. هذا التواصل المباشر ببرنامجنا وأيضا الاسمس متاح 24 ساعة حتى لو انتهى البرنامج وما صارت فرصة لكم للاتصال الاسمس إن شاء الله راح يتيح لكم فرصة الدخول على السحب على سيارتنا الهوندا اللي بتكون معنا في برنامج البوصلة وإن شاء الله الجميع فايز. ونذكر إنه غدا إن شاء الله في الخيمة خيمة الشباب خيمة خالد وعاصم راح يكون معنا ضيف قدير وعزيز علينا منشد رائع كويتي أبدع بسلسلة يا رجائي أكيد عرفتوه المنشد القدير شاري العرادة حيكون ضيف عزيز علينا من الكويت راح نتشرف غدا فيه الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة ونروح العمان ونسافر العمان ونقول ألو يا رحمة. عليكم السلام يا رحمة. ممكن أشارك؟ طبعا ممكن بس الصوت نازل يا جماعة عندي بسبيكر. رحمة. أيوة. جاهزة؟ أيوة. هذه البوصلة قدامك في الشاشة اختاري الجهة. بسم الله. في سلم وثعبان اثنين وفي شفرة واحدة. شمال غربي. شمال غربي. نروح شمال غربي يا رحمة وإن شاء الله أوه شفرة. شفرة إن شاء الله قدها يا رحمة. عارفة الطريقة؟ أيوة. ومن السماعة تسمعيننا؟ أيوة. ما عندك مشاكل. بسم الله. يلا يا رحمة. بسم الله. الفوزان مثلث المقرن ماينس مربع البشيري يساوي للكندري موجب للهاجري 4 نقاط الحمود دي للعرادة ودائرة للسلمان ونجمة لإبراهيم السعيد وإن شاء الله راح تجيبينهم أو تجيبين على الأقل 3. بسم الله. هذه 5 صور قدامك إذا جهزتي قولي لي جاهزة. يلا جاهزة. بسم الله. محمد السلمان. بسم الله. دائرة. 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 سمير بشير. دي الظهر. من؟ مربع. ولا إيش؟ مربع مربع. مربع. العرادة. مربع. العرادة. دي دي. دي. الخضر. الخضر. يا سلام عليك يا رحمة. أنت جبتي 3 أسماء صح. ومعناته 150 ريال ودخلت السحب معانا والكنز هذا هو قدامك. ألف مبروك عليك يا رحمة. ونروح للسعودية ونقول ألو. خيرية. أهلا وسهلا. أهلا والله. كيف حالك؟ الحمد لله زين. من وين خيرية صح؟ أيوة أيوة. من وين تكلمين من السعودية؟ من مكة. من مكة. يا هلا والله وغلا. والبوصلة قدامك فيها سلم وثعبان 2. اختار جنوب ولا جنوب شرق؟ جنوب. جنوب. بسم الله نروح الجنوب يا خيرية وإن شاء الله الخير جاي وإن شاء الله السؤالين راح تجاوبين. كيفك في الثقافة يا خيرية؟ والله الحمد لله إن شاء الله. يلا بسم الله. السؤال يقول يا خيرية. طيب. لماذا يزداد طول الإنسان وهو نائم؟ طيب. لماذا يزداد؟ ارتخاء العضلات أو يتحرر من الجاذبية الأرضية العمودية عليه ولا نشاط الخلايا الجذعية؟ أبي ساعدني ممكن؟ إيش تتوقعين أنت؟
أنا أتوقع الأول ارتخاء العضلات. أنا ما أتوقع الأول. كيف؟ طيب احسب لي إجابة. طيب كيفك؟ أنا ما أتوقع الأول بسرعة، الوقت باقي 10 ثواني. طيب الثالث. الثاني؟ الثاني أيوه. الثاني. طيب على راحتك على راحتك. مع أنه الخلايا نشيطة صراحة وقت النوم. طيب إجابتك صحيحة ولا طيب ولا شيء. 100 ريال وضمنتي نص المبلغ وضمنتي الدخول للسحب يا خيرية. إجابتك صحيحة. السؤال الثاني جاهزة له؟ جاهزة. بسم الله. السؤال يقول: من هو مؤلف كتاب ليل أو نيل الأوطار؟ السؤال ما قد مر علي بس يلا إن شاء الله. طيب الاسكندري، شوكاني، البخاري. طيب انا اتوقع الشوكاني. توقعين ايش؟ شوكاني؟ ايه شوكاني. ساعدني يعني قرب لي. انت تتوقعين الشوكاني صح؟ ثبت على الشوكاني. والله طب قرب لي. كيفك كيفك انا ما اقدر اساعدك. ثبتوا لها شوكاني. اسفيني يا خيري، مع انه والله ترى البخاري ما قصر. طب خلي بخاري. لا لا ما في ما في ما في تغيير. إجابتك صحيحة يا خيرية، ألف مبروك. 200 ريال وضمنت الدخول للسحب. ألف ألف مبروك عليك يا خيرية. 200 ريال ودخولك للسحب. ألف مبروك. الروح الغالية من الإمارات. ألو. مرحبا الساعة يا غالية. غاية. إيش حالك؟ غاية. إيش حالك يا غاية؟ غاية. اي غايه. غايه ايش حالك؟ بخير. طيبين ان شاء الله. الحمد لله. جاهزه للسؤال اللي بيجيك؟ ان شاء الله. يلا قدامك سلم ثعبان، ما بقى الا خيار واحد. جنوب شرق. روحوا جنوب شرق الغايه. سلم ثعبان يا غايه. السؤال الاول: ما هو اخف المعادن؟ هل هو الهيليوم ام اليورانيوم ام الليثيوم؟ اذا ساعدني شوي. هو خفيف يعني. يمكن هيليوم. ايش هيليوم؟ ترى الاجابه ثابته ابغاها. اذا خلاص الثالثه. يا شو والله ما عرفنا لك يا غايه. ثبتونها. عقاب لك بنثبت. ثبتوا. لازم يكون جوابك نهائي خلاص. إجابتك صحيحة يا غاية، فعلاً هو الليثيوم. إجابة الثالثة، ألف مبروك عليك، ضمنتي الحين دخول للسحب ومية ريال. باقي السؤال الثاني، جاهزة له؟ يلا جاهزة. يلا يا غاية. سؤال يقول: في أي سنة هجرية كان صلح الحديبية؟ هل هو في 6 للهجرة أم 7 للهجرة أم 8 للهجرة؟ الثالثة. الثالثة؟ أنت شنو؟ لا. هلا هو يا الأولى. الأولى. غيري غيري يعني كيفك؟ الأولى. تذكر 7 للهجرة؟ تذكر كويس. ثبتوا ثبتوا الإجابة. ثبتوا الإجابة. مش 7 يا غاية؟ ما أدري. أنا ما أدري. أنت فزتي معنا يا غاية ب 200 ريال، ألف مبروك، إجابتك صحيحة. الحمد لله. وتأهلك للسحب. ألف مبروك وحي الله هالإمارات على روسنا ونروح للسعودية. يزيد من السعودية. ألو. هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بيزيد. الله يحييك. شلونك؟ الحمد لله بخير. من وين تكلمنا؟ من الدمام. يا هلا والله بأهل الدمام. وين بالدمام؟ إيه؟ وين ساكن بالدمام؟ بحي هجر. حي هجر. حلو قريب. إيه؟ مو بعيد مننا. طيب إيه؟ جاهز البوصلة؟ ايه. بما ان بيتكم يعني يبعد عن بيتنا 10 دقائق ربع ساعة، بننزل لك إيه؟ بوصلة جديدة. ايش رايك؟ طيب تزبيط ها؟ ايه زبطتك الحين. ايه يعني خلاص ما ساعدك بعد شوي. ايه طيب نزلوا البوصلة. هذه البوصلة وقدها وقدود. ايه يلا يا يزيد اختار. الجنوب. الجنوب. نروح الجنوب ونشوف حظ يزيد وشو معنا. الكنز يا يزيد. ألف مبروك.
الكنز دمام يا يزيد، ألف مبروك عليك. الله يبارك فيك. يا عيني على أهل الدمام، يا هلا والله فيك يا يزيد، وألف مبروك عليك الكنز 300 ريال ودخولك للسحب بدون لا أسئلة ولا شفرة ولا شيء. ألف مبروك يا يزيد، وإن شاء الله الحظ سعيد لكل المتصلين اللي يتصلون معنا اليوم، يبتسمون من الحظ ويربحون معنا أفضل الجوائز إن شاء الله بإذن الله، وأعلاها ويدخلون السحب ويشوفون حظهم معنا. نذكر بأرقامنا اللي بيتصل من داخل السعودية 7301081، ومن جميع أنحاء العالم 00882169008996 للتواصل مع البرنامج. واللي بيجرب حظه ما عليه سوى الاتصال على الأرقام اللي قلناها واللي ظاهرة في الشاشة قدامكم ويجرب حظه، ونشوف هل حظه يطلع كويس مثل يزيد ما شاء الله ولا إن شاء الله لا، إن شاء الله مو جمجمة. نروح للإمارات ونرجع للإمارات من جديد. نورة. ألو. هلا فيك يا نورة. ألو. إيش حالك يا نورة؟ من وين تكلمينا في الإمارات؟ رأس الخيمة. رأس الخيمة، يا هلا والله بهالرأس الخيمة. هذه البوصلة قدامك يا نورة، بدون كنز، شال الكنز يزيد. اختاري يا نورة. تبهي من الجمجمة يا نورة. في مصور أشوفه حاط الكاميرا كذا على الجمجمة. جهز. نعم. الله يستر من هالجمجمة. جمال جمال. مو خايفة من الجمجمة نورة؟ جمال. نورة مو خايفة من الجمجمة؟ امبلا. خايفة؟ هي. إن شاء الله يطلع لك شيء حلو إن شاء الله يا رب. يلا روح شمال. لا. الحمد لله. هي. سلم وثعبان. السؤال الأول، يلا يا نورة ركزي معنا، شد حيلك في خيارات. السؤال يقول: من أول من أنشأ مستشفى للأمراض العقلية؟ الخليفة المأمون أم الوليد بن عبد الملك أم المعتصم بالله؟ يعني أنت شوفي إذا احترتي دائما اختاري شيء كذا، عرفتي؟ ها خليفة المأمون. لا اختار يعني شيء دشي في العميق يعني. اثنين. اثنين الوسط، خير الأمور الوسط. معتصم بالله ترى. بس كيف ثبت 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 ثبت. ما تبي تغيرين معتصم؟ ثلاثة ثلاثة. لا ما في خلاص إجابتك راحت للأسف، أنا آسف يا نورة، كان ودي أغير لكن إجابتك صحيحة يا نورة، ضمنتي نص المبلغ 100 ريال ودخولك للسحب، ألف مبروك يا نورة. والسؤال الثاني اللي بعده، يلا يا نورة، من قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هل هو مسيلم الكذاب، عبد الرحمن بن ملجم، ولا أبو لؤلؤ المجوسي؟ ثلاثة، أبو لؤلؤ المجوسي. متأكدة؟ ثلاثة ثلاثة. متأكدة هاي نورة؟ هي. ثبت؟ هي. ثبت النورة ونشوف حظها إن شاء الله تجيب المبلغ كامل. نشوف نصعد ولا ننزل. إجابتك صحيحة يا نورة ما شاء الله عليك، وألف مبروك المبلغ كامل، خدت المبلغ حق السؤال ودخلت السحب، ألف مبروك عليك يا نورة. لأهل الإمارات اليوم متحركين معانا ومتفاعلين. نروح للسعود من السعودية. هلا يا سعود. ألو. هلا. هلا والله، شلونك؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا سعود، شلونك يا سعود؟ طيب الحمد لله. وين تكلمنا؟ من الدمام. بعد من الدمام ما شاء الله، وين ساكن في الدمام؟ ساكن السكة. بس في الناصرية؟ ايه ايه في الناصرية. يقرب لك محمد النصار؟ اخوي. لا 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 لا، صدتك يا سعود صدتك. يلا 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 نزلوا بوصل السعود، والله يستر من الجمجمة. سعود الله يخليك، بس بعد لي عن الجمجمة وأنا زبطك. سعود. نعم. لا تنسى تسلمني على الوالدة. طيب زين. يلا يلا اختار. اختار شرق. ايه شرقية شرق. يلا نروح. لا تقولون لي جمجمة. شفرة. يلا تهون شفرة أهون. سعود عارف طريقة الشفرة؟ ايه. صور منشدين ورموز نبي نربطهم مع بعض وإن شاء الله نجيب الإجابة صح. حبيبي ركز وخلي اللي عندك. محمد موجود في البيت؟
لا طالع. مش طالع هذا وقت طالع الحين الله يهديك. دق عليه خليه يجي يقول له عندي مسابقة. طيب حاول اللي عندك خلهم يركزون في الصور طيب؟ يلا. يلا حبيبي بسم الله. يلا. عبد القادر القوزع دائرة، سامي يوسف مثلث، نجمة براتب، مربع من رمضان، موجب العرادة، ماينس للسلمان يساوي للسعيد، ديل الخضر، أربع نقاط لعوينات. كنترول راح يكون معك سريع جدا. وإن شاء الله تجيب. يلا يا سعود جاهز؟ إيه. بسم الله خليك معي في التلفون ها اسمعني بسم الله. مشاريع عرادة. ها موجب؟ مين؟ موجب إبراهيم السعيد. إبراهيم السعيد. إبراهيم السعيد. يساوي؟ طرح طرح سالم. طيب سامي يوسف. يساوي يساوي. حبيبي سعود للأسف للأسف إن الوقت انتهى. مشكلة تشفر الوقت زنقة زنقة بيت بيت دار دار فعلا وقت مرة ضيق. نعتذر منك يا سعود بليز حاول مرة ثانية وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يطلع لك شيء أسهل ونقدر نزحلق الموضوع شوي بس تأخذ الجائزة إن شاء الله. نروح لعمان. مريم. السلام عليكم. عليكم السلام يا مريم. أهلا وسهلا يا مريم. هلا. حياك الله شخبارك طيبة إن شاء الله. الحمد لله بخير أخبارك. الحمد لله بخير والبوصلة قدامك تنتظرك يا مريم ونشوف حظك. عندك الغرب يلا. شمال غرب جنوب غرب شمال شرق جنوب شرق شو بتختارين يا مريم؟ شمال شرق. شمال شرق بسم الله توكلنا على الله أهم شيء ما فيها جمجمة تكفون يا رب إن شاء الله. الحمد لله لوحة مخفية يا مريم. يلا صورة قدامك. يلا 15 ثانية يا مريم. شيء متعلق بال أبواب. شو؟ شيء متعلق بالأبواب. الباب. مفتاح. بو. نشوف. مش مفتاح. بحرف شوف. بحرف ال. حرف القاف. قفل. قفل. طفل. طفل ولا قفل؟ قفل. هو فعلاً قفل. طفل القفل صغير طفل صغير. إجابتك صحيحة يا مريم 168 ريال ودخلت السحب معنا. يا هلا ويا مسهلا بأهل عمان ونرجع للسعودية. نواف. نواف اللي انقطع الخط ولا هل إذا ذاكرتي يعني ما أدري أذكر كنا انقطع الخط على واحد. نواف نعم هلا والله. السلام عليكم. انت شاركت معانا. عليكم السلام. انت شاركت معانا قبل شوي. ايه ايش صار؟ ما كنت موجود انا. ايش صار نواف؟ ها ايش صار تو يوم دقيت على برنامج البوصله؟ ابغى اشارك لين ما افوز. انت ما فزت تو؟ لا ما فزت. اوف نزل نزل البوصله نزل البوصله. يستاهل يستاهل بس انت بعد عن الجمجمه. لو طلعت جمجمه معناتها يعني الحظ مش معقول. جنوب. جنوب راح الجنوب يا حبيبي راح. في غرب شمال غرب جنوب غرب جنوب شرق. جنوب غرب. يلا حبيبي نروح جنب الكنز وان شاء الله انك يطلع لك شيء حلو بس ما تطلع الجمجمه. لا تقولون يا جماعه الخير هذا اللي قاعد يصير مو كلام. هذا نفر ما في كوي جمجمه. هذا كوتي لازم يشيل يعني الجمجمة هذا يشيل ودي كتره برا حرام عليكم يعني. نواف ثاني مرة. أوف ثاني مرة يا نواف الحظ ما يبتسم. ثالثة ثابتة يا نواف لا تيأس لا تيأس. حاول مرة ثانية ثالثة وإن شاء الله بإذن الله يبتسم الحظ. ونذكر بالأرقام اللي يبي يتصل ويجرب حظه فقط عليه رفع سماعة إذا كان داخل السعودية ويتصل على 7-3-0-1-0-8-1 وإن كان من خارج السعودية فيتصل على 0-0-8-8-2-1-6-9-0-0-8-9-6. هذا رقم التواصل المباشر والاسم اسم مفتوح 24 ساعة أول ما تنتهي الحلقة من الآن إلى ثاني يوم يوميا إلى نهاية البرنامج. نرجع للسعودية ونقول الوجود
نجود. الو هلا. هلا يا نجود، شلونك؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله، ما تكلمينا؟ للرياض. يا هلا والله باهل الرياض، هذه البوصله قدامك يا نجود. ما فيها جمجمه، شالت نواف الجمجمه قالت يلا يا نجود، مالك عذر. والله شفرات مليانه. شمال غرب. شمال غرب. نروح يا نجود شمال غرب. حلو الواحد يختار الجمجمه مش موجوده. حلو لما يطلع على لوحة مخفية يا نجود، حلو لما يجاوب بسرعة وياخذ المبلغ كامل، وحلو لما يسمعنا من السماعة نجود، وحلو لما الكنترول يساعدنا شوي. يلا، هو عبارة عن حيوان يا نجود، سريع جدا، أسرع حيوان في الغابة تقريبا، يعني مش أسرع فهد. ها الفهد. نجود، ها شو الدفرة هذه؟ ما شاء الله 288 ريال ربحتي، ألف مبروك يا نجود. فهد إجابة صحيحة، دخلت السحب، ألف مبروك عليك يا نجود، فوزك بالمبلغ 288. ما شاء الله، يعني بسرعة فائقة، بسرعة الفهد جاوبت نجود، ألف مبروك عليك. نذكركم أنه بعد برنامجنا على طول في مسلسل اسمه كتالوج، مسلسل كوميدي درجة أولى ومتعوب عليه، لا يفوتكم على قناة فور شباب 1 أو 2. وأيضا عندنا برنامج مذكرات سائح للدكتور علي بن حمزة العمري على فور شاب 1، وبرنامج خواطر للداعية وللأستاذ أحمد الشقيري على فور شباب 1. فخلوكم قريبين ومن شاشة فور شباب، وخلونا نروح العمان. نروح العمان، يلا نروح العمان. شفا من عمان. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شفا؟ خير الحمد لله. صح الاسم كذا شفا؟ الاسم قاعد انطقه صح انا شفا؟ ايوه. عاشت الاسامي يا شفا، واهلا وسهلا، والبوصله قدامك ان شاء الله. لا، عندك غرب وجنوب شرق. غرب وجنوب شرق. الجنوب. الجنوب راح. يلا يا شف، كنترول قاعد يتحرك شوف. يلا يا شف، خلنا نخلص من الكنترول، مستلميني وانت قاعد. يلا يا شف، عندك غرب وعندك جنوب شرق. جنوب غربي. جنوب غرب ما في، في جمجمة يا شف الله يهديك، ابعدين عن جمجمة. عندك غرب جنوب شرق كذا. جنوب شرق. يلا جنوب شرق. نشوف شفرة جنب بعض، معقولة؟ إلا والله شفرة. شفرة يا شفا، عارفة طريقتها؟ أيوة، صور ورموز وكذا. أهل عمان ما شاء الله عاد خبرة في المسابقة. جاهزة يا شفا؟ تسمعينا من السماعة؟ أيوة. بسم الله. الفوزان نجمة، سامي يوسف دائرة، أبو خاطر مثلث، أسامة السلمان 4 نقاط، ماينس يحيى حوا يساوي أمين حميم، مربع للخضر ديل براتب، وموجب للأستاذ عادل كندري وبدر. يلا يا شفا، جاهزة يا شفا؟ اسمي صفا. جاهزة؟ جاهزة. اسمها صفا، الحين قاعد شفا قاعد يتكلم من اول برنامج. صفا، اسمك صفا يا شفا؟ او صفا؟ صفا. صفا ها؟ ايوه. طيب ان شاء الله باذن الله فايزة معنا يا صفا، واذا جهزتي قولي لي. جاهزة. جاهزة، بسم الله. سامي يوسف. دائرة. دائرة بسرعة. امين حميم، ماينس او يساوي؟ يساوي. ماينس او يساوي؟ ها يساوي. اسامة السلمان بسرعة. يساوي. اسامة السلمان بسرعة من السماعة، اسمعينا. وهكذا يا صفا انتهى الوقت، ولم نجب على 3 اسماء. للأسف يا صفا انتهى الوقت، والمشكلة الشفرة تحتاج سماعة على طول إجابة.
فنعتذر منك يا صفا، حاولي مره ثانيه وان شاء الله الحظ يبتسم لك يا صفا. ونروح السعوديه ونرجع للسعوديه ونقول الو يا ابو داحم. الو السلام عليكم. هلا يا دحوم، كيف حالك؟ تمام، من وين تكلمنا؟ من مكه. هلا والله باهل مكه، بوصله قدامك يا دحوم، يلا اختار. باقي جهه واحده. غرب، تبي الغرب؟ احسن لك الغرب، روح الغرب. سلم وثعبان يا دحوم، سؤالين. السؤال الاول يقول: ما هو لون حجر الزمرد يا بداح؟ هل هو احمر ولا اخضر ولا ازرق؟ ازرق. ثلاثه على راحتك، كيفك بس انت كيفك. طيب شوف لون الاستوديو واضح. اخضر. اخضر. لون الاستوديو اخضر. ثبتوا ثبتوا، حرام عليك، الاستوديو هذا لون اخضر؟ هذا لون اخضر يا عبد الرحمن، انت شايف اخضر يعني؟ فعلا اخضر، واجابه صحيحه يا ابو داحم. الف مبروك، ضمنت نص المبلغ، الف مبروك عليك. السؤال اللي بعده يا دحوم، واخضر ان شاء الله واجابه صحيحه. ما هو الكوكب الاحمر؟ اشاره، قاعدين في اشاره مو باسئله. ما هو الكوكب الاحمر يا دحوم؟ عطارد، المريخ، الزهرة. هو نادي، في اسم نادي في السودان. المريخ. المريخ. مش الهلال. المريخ. لا متأكد. ثبتولة، شكل الخط بينقطع بسرعة، ثبتولة. المريخ يا دحوم، وإجابتك صحيحة يا أبو داحم، ألف مبروك، الميتين ريال وضمنت السحب، ألف ألف مبروك. نرجع لأهلنا وحبايبنا بالإمارات، مرحبا الساع، مرحبا يا حمدة. ألو، إيش حالك يا حمدة؟ خير. من وين تكلمينا؟ رأس الخيمة. رأس الخيمة، أهلا وسهلا بهرأس الخيمة. جاهزة؟ تبين بوصلة جديدة؟ ها؟ تبين بوصلة جديدة؟ هي جديدة جديدة؟ هي هذه هي قدامك البوصلة الجديدة. يلا يا حمدة، هي اختاري لك أي جهة. الشباب يقولون شفرة في الكنترول، المخرج عفوا. شاوسمة. وين؟ جنوب. جنوب، نروح الجنوب يا حمدة ونشوف حظك شو يقول. الجنوب، الكنز يا حمدة، ألف مبروك عليك، الكنز على طول من الآخر، ألف مبروك. الله إن شاء الله يوفقكم كل المتسابقين والمتصلين أنكم توصلوا للكنز من أول اختيار. أنا مبسوط لأن يزيد جابته حمدة، ألف مبروك عليكم من أول اختيار كذا طبوا على الكنز. السلام عليكم، 300 ريال وأيضا دخولك للسحب يا حمدة، ألف مبروك عليك. ونذكر بأرقام التواصل والاتصال المباشر ببرنامجنا من داخل السعودية، 7-3-0-1-0-8-1، ومن جميع أنحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-9-0-0-8-9-6. هذا للاتصال المباشر، بس جرب حظك وشوف البوصلة شو تخبي لك. مخبة الحمدة كنز، مخبة اليزيد كنز، ومثل ما الغير وسعود ما توفق في الشفرة، أنا أقول لسعود حاول مرة ثانية، وكل اللي ما توفقوا إنهم يحاولون مرة ثانية، وإن شاء الله يبتسم لهم الحظ ويتوفقون، إن شاء الله بيطلع لهم شيء يرضيهم إن شاء الله. ونذكر إنه الرسائل مفتوحة طوال اليوم، 24 ساعة ترسل كلمة سيارة أو بوصل أو كار على الأرقام اللي في الشريط الأحمر تحت. ونرجع للسعودية ونقول ألو حسن. أيوة السلام عليكم. هلا يا الحسن. ايوه الو، شلونك؟ ايوه الو، سلامة. حياك الله، حياك الله، البوصلة على طول البوصلة. الحمد لله والله. دوم ان شاء الله، اسمعنا من التلفون حبيبي. ايوه سامع. يلا حبيبي، هذا قدامك البوصلة. الغرب. الغرب، نروح الغرب ونشوف حظ الحسن معانا. الله يكون.
لوحة مخفية يا الحسن. انت في السليم. قدامك صورة؟ ساعدنا بالله، ابشر. قدامك صورة؟ ساعدنا. قدامك صورة وفيها حيوان في الغابة مرة لطيف بحرف الألف، ويعني سريع ويدخل الجحر ويطلع من الجحر. يلا بحرف الألف يا الحسن. يتعمل مع الملوخية؟ ها؟ يتعمل مع الملوخية. أرنب 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 أرنب. 210 وإجابة صحيحة يا الحسن. أرنب. إجابتك صحيحة، هو أرنوب. و210 أو 216 ريال. ألف مبروك عليك الحسن ودخولك للسحب. تستاهل، تستاهل ألف خير. ونرجع السعودية مرة ثانية بعد. محمد؟ هلو. هلا يا محمد. هلا والله. شلونك؟ خير وسلم. من وين تكلمنا طال عمرك؟ من القصيم بريدة. يا هلا ويا مسهلا بأهل القصيم. يا هلا. ما ترسلون لنا كريجة؟ إن شاء الله أبشر. أعطونا تنكتين تكفون، ارسلونا إياها على الاستوديو. تم تم. خلاص سم الله عدوك. يلا البوصلة قدامك. هيا. ما فيها كنز. طبعا اذا خسرت لا تزعل تقول ما في كليجة، ما لي دخل. لا. انت اختار وانت حظك. وش بسم الله. لا 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 واخرج جمجمة عن محمد رجاء رجاء. مصورين. يعني لا تزعل محمد اللي بكليجة اللي بكره كليجة. يلا. على راحتك يا محمد. الو. دام السالفة فيها كليجة خذ راحتك. سم. ما ادري ان متاخر الشاشه عندي. اختلف. وين تبي؟ تبي شمال؟ شمال شرق؟ شرق جنوب شرق؟ شرق شرق. يلا نروح الشرق ونشوف حظ ابو حميد معنا. جمجمة يا محمد، انسى موضوع الكليجه يا محمد. يا كليجه والله ولا حتى تحلم بيها. حظ اوفر يا محمد، ان شاء الله يبتسم لك الحظ مره ثانيه. نعتذر منك. ومعنا مين؟ عثمان من السعودية. عثمان. عثمان. هلا يا عثمان. كيف حالك؟ طيب. أنت اللي من مكة؟ أيوة. حياك الله. أنت شاركت معنا اليوم؟ أيوة. ولا أخوك؟ أنا. أنت بنفسك وفزت ولا ما فزت؟ بوصلة. شكله في مشكلة في اتصال. شمال غرب، شمال شمال شرق، جنوب شرق، جنوب غرب. يلا يا عثمان. شمال. شمال. نروح شمال. ما في جمجمة. تخفش تخفش يا عثمان. الشفرة يا عثمان. يا إلهي. إن شاء الله تتسهل. عارف الطريقة أكيد يا عثمان. حلو. بسم الله. 15 ثانية. صور أمامك. براتب موجب ماينس للسلمان محمد، مثلث بخاطر، أربع نقاط الفوزان، نجمة العوينات، ديل عبد الغني، يساوي البشيري، مربع المقرن، دائرة لحمود الخضر. عثمان يا بطل، عثمان يا وحش. يلا يا عثمان جاهز؟ جاهز. اسمعني من السماعة وقول لي الرمز بسرعة عشان نجيب الوقت القياسي. يلا يا عسل. بسم الله. محمد السلمان. ناقص ايش؟ ناقص مثلث. بل طيب اوكي. حمود الخضر. دائرة. سمير بشيري. يساوي عبد العزيز الغني. يلا يا عثمان يا حبيبي يا صديقي يا عثمان. للاسف للاسف ما ضبط الوضع والوقت انتهى. نروح الوفاء. السلام عليكم. عليكم السلام يا وفاء. كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف حالك انت؟ الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من جدة. اهلا وسهلا باهل جدة. وفي وصايا خاصه بالكنترول عليك يا وفاء. ليه؟ أقول الكنترول يوصينا يقول إن شاء الله وفاء تفوز معنا. إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. يلا البوصلة قدامك.
ان شاء الله الحظ يبتسم ان شاء الله. عندك شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب. شمال غرب. يلا شمال غرب. أي. سلم وثعبان سؤالين، كيفك في الثقافة يا وفاء؟ يعني كيفك في الثقافة؟ يعني إن شاء الله مش مرة. ها؟ أي لا أنت إن شاء الله الحين راح تثبتين أنك مثقفة، ثقافتك جدا عالية بعد. بسم الله. السؤال الأول، ما هي أقوى عظام جسم الإنسان؟ عظمة الفخذ أم الفك أم عظمة الزند؟ معروفة يا وفاء وهي لذيذة في الدجاج هي التخفيش. عظمة الفخذ. وش الزندة؟ زندة زندة دار دار بيت بيت. ها؟ عظمة الفخذ. الفخذ أكيد؟ إيه؟ ثبتوا الفخذ. خلونا نشوف فوق ولا تحت. إجابتك صحيحة يا وفاء، ضمنت 100 ريال الحين معنا. والسؤال الثاني اللي بعده، وفاء متفائلة انك بتجيبين السؤال الثاني؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اعطونا السؤال الثاني. كانت العرب يا وفاء تستخدمه في حفظ المال في جيوبها زي بطاقة الصراف وكذا. بس اول، هل هو الكم ولا الصرة ولا الخزانة؟ خزانة صعبة، واحد يمشي بخزانة مرة صعبة في جيبه، خزانة مرة مرة صعبة مرة ما تجي. أعطني كم من الدنانير؟ كم؟ إيش؟ كم؟ غلط. صرة؟ ها صرة؟ ها؟ ما أدري والله. ثانية. كيفك على راحتك، ثبت؟ يلا ثبت إن شاء الله. إن شاء الله بذل. خلينا نشوف، أعطني صرة من الدنانير ولا أعطني كم من الدنانير؟ نشوف. وأمشي الدنانير تيجي بس. إجابتك صحيحة يا وفاء، وخدت الدنانير كاملة 200 دينار سعودي. ألف مبروك عليك يا وفاء، ودخلت السحب. ألف 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 مبروك عليك يا وفاء، وتشرفنا باتصالك. معنا أبو عبد الله من الإمارات. أبو عبد الله. هلا والله. كيف حالك أنت؟ أنا بخير، أنت إيش حالك أبو عبد الله صديقي الصغير؟ أنا بخير. دوم إن شاء الله يا رب بخير. وهذه البوصلة قدامك. أنا مو صغير، أنا كبير. كم عمرك؟ أنا عمري 7. أوه 7. ما شاء الله ما شاء الله. أوه عندك عيال أبو عبد الله؟ إيه عندي. اسمع عبودي، عندك عبودي؟ لا عندي محمود. ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله ان شاء الله تصير. واحد اسمه محمود واحد اسمه عبد الله. ونعم والله، ان شاء الله تصير كبير اكبر من الكبير ان شاء الله. زين يا ابو عبد الله، عندك جنوب شرق وجنوب غرب، وعندك شمال شرق. جنوب شرق. جنوب شرق. شرق. يلا نروح جنوب شرق. لا تقول شرق. لا تقول شرق. سلم وثعبان يا ابو عبد الله، ان شاء الله انك كبير وحتقدر وتشرب حليب، حتقدر تجاوب. يلا ابو عبد الله جيب العيال يساعدونك. الله يخليك ساعدني حبيبي بن عيوني، اساعدك. جيب العيال يساعدونك، اللي يمك واللي عندك، محمود وعبد الله والشباب، بعد لازم يبرون، عاد هذا وقتهم. في بيتهم. اوه في بيتهم، وانت في بيتك حبيبي. انا بساعدك ان شاء الله. ايوه انا في بيتي. قوية الكنترول، قوية. لا لا قوية. طيب عندك السؤال الاول ابو عبد الله. السؤال الاول، مجرمين اليوم الكنترول. كم مرة ذكرت كلمة الصيف في القرآن الكريم يا ابو عبد الله؟ بقول لك اختيارات. حبيبي اسمعني ابو عبد الله، مرتين ولا مره واحده ولا ثلاث مرات؟ ساعدني ارجوك. حبيبي والله والله ما اقدر ارد لك طلب والله، بس بحاول اساعدك. يلا يا جماعه، ها الاجابه الاولى؟ اثنين.
اثنين ثبتوا اثنين اثنين انا قاعد اقول لك كيفك ثبتوا اثنين يعني مره واحده بس لا مرتين خلاص ثبتنا الاجابه اسفين لا 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 يا ابو عبد الله لا خلاص اجابتك صحيحه يا عبد الله شكرا 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 اجابتك صحيحه يا ابو عبد الله قاعد تدق سلف انت الف مبروك 100 ريال يا ابو عبد الله شفت انك كبير والكبير كبير يلا السؤال الثاني يا ابو عبد الله شوف حتى العيال مو موجودين وطالعين الله يستر عليهم ان شاء الله ويصلحهم السؤال الثاني ما هو ميقات اهل مصر والشام للحج والعمره حبيبي بنساعدك بس على الاقل اسمع للسؤال هل هو يلملم ام عبد الله مكتوب الجحفه ام رابغ رقم ثلاثة ما شاء الله عليك قال ما شاء الله عليك يقول قال ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك لا ثلاثة يا أبو عبد الله لا 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 متأكد أبو عبد الله اختفى شكل العيال جو أبو عبد الله إجابتك صحيحة ومئتين ريال يا كبير يا أبو عبد الله مية المحمود ومية العبد الله خلاص العيديات خلصت ألف مبروك دخولك لس ألف مبروك يا أبو عبد الله يا بطل وناخذ اتصال من أنس من السعودية ألو هلا يا أنس ولا أنس 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 كيف حالك أيوة صوتي قطع من وين تكلمينا؟ من السعودية من وين من السعودية؟ من جيزان يا هلا والله بأهل جيزان يا هلا والله ومسهلة يلا نزل بوصلة آخر اتصال يا جماعة آخر اتصال وعندنا شمال شرق جنوب غرب وين تبين يا أنس؟ شمال شرق شمال شرق يلا ان شاء الله مو شفره واذا طلعت شفره عاد تنسى الحمد لله اللوحه المخفيه يا انس عندك الشاشه قدامك يا انس ايش الشاشه قدامك ايوه في صوره ورا المربعات هو حيوان زين في الثلج يعني يحب الثلج يحب ايش يحب الثلج الايس الدب بحرف الباء بحرف البط بطة لا 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 بطريق بطريق ثبت اجابتك صحيحة يا انس و 198 ريال الف مبروك الف الف مبروك يا انس ودخولك السحب وكانت انس اخر اتصال معنا في حلقة اليوم نقول لها الف مبروك ومبروك لكل اللي فازوا وحظ اوفر للي ما فاز وان شاء الله حلقاتنا متواصله معاكم الساعه الواحده بتوقيت مكه المكرمه يوميا على فور شباب 1 و 2 وان شاء الله حظكم معنا سعيد خلوكم معنا وتابعونا يوميا والاسمس مفتوح للي حاب يرسل كلمه سياره او بوصله او كار على الارقام اللي في الشريط الاحمر في اسفل الشاشه ونقول لكم ان شاء الله تصبحون على الف خير وان شاء الله موعدنا معاكم في الغد الى اللقاء مدى تهب رسمت متاهات الرمز معناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشفرة والفكر مغزاها أوجد لها حلا واكشف خباياها تحظى بجائزة ها قد رصدناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشافة